احنا هنا بنعاني من الزباله ومن عدم الاناره واغتصاب وشباب بتبيع مخدرات وقلة ادب وعدم امن المدرسه. مين اللي هيعجبه قلة الادب؟ تعالوا عدوا بالليل كده لو شباب بتبيع مخدرات هنا وقلة ادب ولسه سامعين على بنت اغتصبوها سته نططوها المدرسه هنا اهو نططوها المدرسه تحت تهديد السلاح. ما بيروحوش يوم الخميس عشان مساء ايه وجمعة ايه ده من يوم التلات ايام برضه من يوم التلات ايام سامعين بقضية اغتصاب يا هو وكلها ابر اسمع كلام الحاج سيد. طب مشكلة الشرطة هنا مفيش شرطة بتيجي مفيش شرطة المدرسة دي عدم الأمن عدم الأمن المدرسة دي أول ما اتفتحت المدرسة وجينا هنا كان المدرسة دي في ونبات شبيبات فيها على طول ما كانش فيه عين يقدر يخش يقعد مع الصوت الشرطة ولا باشا الشرطة بتعدي والشرطة كل حاجة اللي هو أنا أوضة بيقعد فيها كان بيقعد فيها طول الليل ما كانش فيه أي حاجة بتخش من ساعة ما أهمال مفيش حراسة بالليل مفيش أمن وهي بس سامعها مراح دلوقتي الغفير اللي هو ماسك اللي بالامن في المدرسه بتاعت الضوء مش موجود والعيال بتتنطط الشباب بتتنطط بتاخد بوزه جوه وفي ابر جوه وبعدين الزباله دي احنا حاربنا وشلنا شلنا الصناديق الزباله من هنا والمدرسه فيها الطاطاوي على اساس هم هنا يرموا ده مكان نحط فيه الزباله حطوها جنب المستشفى باشا الساده النواب من ساعه ما مسكوا ومحدش عمل اي حاجه احنا عايزين عضو مجلس الشعب مسك عمل لنا حاجه نزل شفناه في الشارع ما بنشوفش حد في الشارع الاناره دي بالليل كلها مطفيه مين اعضاء مجلس الشعب عندكم عندنا علي بد مرداش وعبده مخاليف والتالت اسمه ايه ده وائل طحون طحان محدش شاف محدش شاف اي حد ولا عضو مجلس الشعب ولا عضو مجلس الشعب اي حد يا استاذ احنا عايزين واحد هنا في المدرسه ده المفروض يكون هنا موجود ال 24 ساعه عشان خاطر الشباب اللي بتتنطط ان في حفل اغتصاب في الاسبوع دوا بنت بنوت خدوها شباب سته تحت تهديد السلاح فاحنا مطالبين من عشان اتحصل عليها حوارات اتكررت قبل كده اتكرر كل يوم بتتكرر بس في ناس ما بتتكلمش في ناس بيحصل لها على العرف ده وما بتتكلمش طب انتوا ككبار في المنطقه هنا ما بتقدموش طلبات احنا في اكتر من ان احنا رحنا جبنا رئيس الحي مره واثنين وثلاثه ما احنا هنتعامل مع مين هنجيب المامور ولا نجيب رئيس الحي بنجيب رئيس الحي بنجيب رئيس الحي احنا بنمشي هو اللي يقدر نتكلم معاه هنتكلم مع مين تاني طب انت طالب ايه يا حاج دلوقتي عاوزين حراسه للمدرسه دي الله ينور عليك الله ينور عليك يعني بيلفوا بيجيبوا البنات جوه ويدحروا لها جوه ويفرشوها اه ماشي يدفع له ضرايب يدفع له حاجه او قاعد اهو اوري لك مخالفات على طول الشارع لغايه انتوا عارفين الناس اللي هنا بتقوم بالحقابه دي الحكومه عارفاهم الحكومه عارفاهم طب هل انا عايز اعرف بقى هما بيسترزقوا منهم ولا مش عايزين يمسكوهم ليه؟ هل هو اللي عمله وعمليات الاغتصاب دي مش معروفين؟ الحكومه صدقني معروفين. في امين شرطه موجود في القسم عارفها. عارفين كل حاجه. كل حاجه عارفينها. هما ما بيعرفوش حاجه ده عارفين كل حاجه. المخدرات هنا شفت كل حاجه قدام عينيا. و24 ساعة واقفين في الشارع بيبيعوا مخدرات والحكومة يمكن اقول ثلاث ارباعهم عارفين مين اللي بيبيع ومين اللي بيشتغل وبينزلوا امتى وبيبيعوا امتى وبيبيعوا لمين ومين اللي بيشرب ولدرجة يعني عارفين لا مؤاخذة اللي بينام مع مراته بينام امتى فده كلام ما ينفعش بيه هنا في اشغالات طريق في وساخة في نور مفيش عمود منور في المساكن ايه اللي انتوا بتطالبوا بيه يا باشا اللي احنا بنطالب بيه ان الحكومه تعمل لنا اي حاجه الحكومه هنا من الاخر يعني اقول ايه بتاخد فلوس واحده واحد جوه دلوقتي اهو في المدرسه بص اهو احنا واقفين اهو احنا واقفين اهو واحد واحده جوه في المدرسه اهو تجيب لنا التصوير حتك دي كابين الكهرباء دي كابين الكهرباء عموميه زي ما انت شايف بيدخلوا فيها حريم وبيلعبوا قمار كل حاجه هنا واخد بالك لا عليها حراسه ولا فيها قفل ولا فيها اي حاجه زي ما انت شايف كل حاجه فوضى هنا المفروض ده ضغط عالي بيقفل ما حدش يفتحها ولا يخش